شارك سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم في أعمال مؤتمر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإسيسكو الأول لوزراء التربية في الدول الأعضاء، والذي أقيم في الجمهورية التونسية الشقيقة برعاية فخامة السيد الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، وتحت شعار من أجل تعزيز العمل التربوي الإسلامي المشترك وتفعيله. وقد ألقى سعادة وزير التربية والتعليم كلمة خلال فعاليات المؤتمر، أكد فيها أن ما يدعو إليه هذا المؤتمر الإسلامي الكبير من التوسع في تعزيز مفاهيم العيش المشترك في العالم الإسلامي يتماشى مع ما تليه مملكة البحرين من اهتمام في هذا الجانب، سواء عبر مناهجها الدراسية أو في أنشطتها الطلابية، منوها إلى الخطوة الرائدة التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم مؤخرا في هذا المجال عبر تدشينها لمشروع المدارس المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان، مشيرا في الوقت ذاته إلى ما حققته جائزة اليونسكو الملك حمد لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم، موضحا أنه تم تخصيص نسخة لهذه الجائزة العالمية لهذا العام للمشاريع الرائدة في إيصال التعليم للمحتاجين بما ينسجم مع ما يشهده العالم من حاجة ملحة لإيصال الخدمات التعليمية للجميع. هذا وبحث المشاركون في المؤتمر العديد من المواضيع التربوية ذات الاهتمام الإسلامي المشترك، من أبرزها المقاربات الاستراتيجية لتطوير التربية وتعزيز دورها في تحقيق التنمية والتعايش. كما صدر عن المؤتمر بيان حول تفعيل الأدوار التربوية للشباب لترسيخ قيم التسامح والعيش المشترك، إضافة إلى اتخاذ العديد من القرارات التي تعزز وتسهم في تطوير التعليم في العالم الإسلامي. ناقش اليوم المؤتمر العديد من الأمور المتعلقة باستراتيجية العمل للمنظمة في المرحلة القادمة، كما كانت هناك مائدة مستديرة تناقش خلالها الوزراء الدور المطلوب للتربية فيما يتعلق بالتنمية وبترسيخ قيم العيش المشترك. عزز ذلك بيان تونس الذي وضع خطوط عريضة لدور التربية والشباب في ترسيخ هذه القيم المشتركة التي تدعو إلى العيش المشترك وتعزيز حقوق الإنسان في المناهج الدراسية. ولله الحمد كل ذلك يؤكد الخطوة المتقدمة التي قطعتها مملكة البحرين في استحداثها لمشروع المدارس المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان.